في أخبار الرياضة، أعلن نادي الهلال جاهزية لاعبي عمار الدمازي للمشاركة في الفريق مع الفريق في مرحلة دور المجموعات بأبطال أفريقيا بعد توقف دام طويلا في عقاب تعرضه للإصابة. وقال الموقع الرسمي لنادي الهلال اليوم الجمعة أن عمار الدمازي خضع لبرنامج تأهيل بدني تحت إشراف الطبيب مهند إبراهيم وأكمل التعافي تماما بعد 6 أسابيع من التمارين المتواصلة. أضاف النادي أن اللاعب سيكون ضمن خيارات الفريق لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وسيبدأ الهلال مشواره في دور مجموعات أبطال أفريقيا بملاقاة بلاتينيوم الزيمبابوي في 29 من الشهر الجاري.